قبل ما نبدأ الفيلم يشرفنا جدا اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يبدأ فيلم النهاردة بصوت انفجار كبير في الأراضي المقدسة، وبعدها الكائن الغاشم بقيام دولة إسرائيل عام 1948، وبعد حرب 67 اللي انتهت بفوز إسرائيل وهروب كتير من الفلسطينيين، وفرضت إسرائيل سيطرتها على سيناء سنة 73. ورئاسة الوزراء جولدن بير كانت بقالها 4 سنين في الحكم. بعد الحرب جولدا كانت في عربيتها ونازلة على محكمة، والشعب كان سير عليها ومافعين لافتاته وبيحملوها مسؤولية الجنود اللي ماتت، ولجنة التحقيق الوطنية سنة 1974 في القدس المحتلة. وبدأت المحكمة وقسمت انها هتقول الحقيقة وعن اللي تعرفه. العدو قال لها هنبدأ يوم 5 اكتوبر 73. رجعت قبل الحرب بأيام لمدرسة شرق لبلاد بلندر، وقتها التليفون والمدرسة راحت مسكت التليفون، والمتصل بيقول لها انا الكيماوي الزنك والكلور والهيدروجين، وطبعا ده سين بينهم. كلمت روسادو وبلغت الرسالة، والترجمة كانت عن الحرب بدأت، وكان في مطار تل أبيب رئيس الوساد اللي هو زفيكا وقتها مستنى جولدا وبيقول لها الجاسوس الكيميائي بعت لها رسالة بيحذرها من الحرب. قالت له حذرنا قبل كده وما حصلش حاجة ومش لازم تثق فيه كده، ومشيل ديان مش هيعمل تعبها عشان مش مقتنع ان في حرب، وحاول تجيب من الجاسوس معلومات موثقة. وكانت في العربية ومعاها المساعدة بتاعتها، وراحت على مكان محدش يعرفها فيه، وفعلا كان مكان زي ما شرحت في المستشفى، وكانت ساعتها بتتعالج بالكيماوي، وكانت بتشرب سجاير اكتر ما بتتنفس، وابتدت الجلسه. وهي في البيت جالها تليفون بيقول لها ان الخطوط الجويه المصريه نقلت كل طياراتها على طرابلس، وشكل الحرب هتبدا النهارده مع غروب الشمس. وفي مكتب رئاسه الوزراء بتل ابيب اليوم الاول عملت اجتماع مع القضاء، وبتقول لهم الجاسوس مروان بلغ بميعاد الحرب، ولو كلامه صح هيبقى قدامنا 12 ساعه بس نجهز فيهم. ديان وزير الدفاع بيقول الروس بيكره السادات والمصريين محتاجين للروس، وبقول لها طرنا فوق القناه امبارح لقينا دبابات ومدفعيه ومعدات وكسور. بتقول لهم اجهزه التصنيع بتاعتنا اشتغلت؟ قال لها اه بس ما سمعناش اي حاجه، ولو كان السادات قال هنحارب كنا سمعنا، احنا بنسمع اللي بيقولوه قبل هما ما بيسمعوا، وما عندهمش قذافات بعيده المدى، اي هجوم مصر هيفشل. قائد تاني بيقول خطه الشاذلي انا عرفتها، انهم بيحفروا تحت مظلات وصواريخ عاديه مش هيحتاجوا صواريخ بعيده المدى. وبيقول لو المفروض نعمل تعبئه كان هيبقى من اول امبارح، وعلى العموم احنا ما نقدرش نضرب الاول، وكمان عايزين نعمل تعبئه في يوم الغفران اكتر الايام المقدسه، احنا لازم نامن نفسنا والناشد 120,000 جندي، ولكن القائد عايز عدد اكتر من كده. وراحت للمحكمه والعضو بيقول لها انت وثقت في الجاسوس مروان؟ قالت له لا كنت خايف هيكون عامل مزدوج. طيب ليه في اليوم الخامس ما عملتيش تعبئه احتياطي؟ قالت له ديان رئيس الدفاع كان عارف الوضع في الشمال والجنوب، قال لها لو اخدت القرار كنت انقذت ارواح ناس كتيره. رجعنا تاني للاحداث وهي فوق سطح بيتها، الطيور كتيره مهاجره كانت بتبص عليها وهي خايفه ومرعوبه. تاني يوم اجتماع قبل ما يبدا، وقتها القائد بيقول لهم كلهم مفيش فلوس عشان نحارب. بدا الاجتماع والقائد بيقول السوريين شالوا شبكه التموين من اسلحتهم، وعلى القناه المصريين عند الحاجز الرملي وبيمهدوا للعبور، واحتمال كبير يعدوا عند الغروب. القائد بيقول دفعنا 100 مليون دولار على التصنت وفي الاخر نتفاجئ بالحرب. وقتها سفاره النظار بتضرب والتليفون بيرن، الحاول المصريين بيضرب القناه، والطيارات السوريه بتضرب الجولان، وده كان عند الغروب ب4 ساعات. المصريين ضربوا صواريخ كروز على تل ابيب. جولدا بتقول انا مش هدخل المخبأ بس مش همنعكم ان انتوا تنزلوا. انتهى الاجتماع بتقول لديان احنا واثقين فيك، بيقول لها روح الشمال السوريين هم الخطر الحقيقي، وانا اوعدك ان اديهم درس مش هينسوه ابدا، وقال لها هدمرهم كلهم. قالت للمساعده هاتي كايسنجر على التليفون حالا. وزير الداخليه كايسنجر عندنا مشاكل مع الجيران تاني، هم ضربوا احنا اتفاجئنا. قال لها حاضر انا هبدا الضغط الدبلوماسي. قالت له خليك عارف هنحارب لحد ما نموت كل جند مصر عبر القناه، مش هياخدوا حاجه مننا بالقوه، ولو عايزين ارضهم يعترفوا بدوله اسرائيل. قفلت معاه وبتقول لو اتمسكوا هما بيبعتوا لنا رصاصه واحده السعوديه هيقطع عنهم البترول، هم عايزين نكسب الحرب بس بالدم، وبكده المصريين هيشوفوا صديق ويتخلوا عن السوفيت. بيان في التلفزيون الاسرائيلي خبر عاجل من ميشيل ديان، دبابات العدو اخترقت خطوطنا واحتلت اكتر من موقع وخسرنا خسائر كتيره في الارواح والاراضي، وده كان اكتر توقعنا في اليوم الاول في المعركه. راحت على القياده والقاضي بيقول حلقنا على القناه النهارده، والمصريين عندهم 10 جسور تشغيليه عبر قسمين وبيحفروا على الضفه الشرقيه، وفي الجولان الدبابات السوريه بتتقدم بالالاف، ومشيل وصل وبيقول اطلع من الجولان حالا. ساعتها طلعت ببيان عشان تهدي الشارع الاسرائيلي ان الجيش المصري والسوري شنوا علينا هجوم واحنا عملنا لهم خسائر فادحه، اجهزه المخابرات عرفتنا قبل الهجوم واخدنا احتياطاتنا واحنا واثقين في الجيش بتاعنا وهنهزم اعدائنا. ومشيل كان في طريقه لهضبه الجولان وكان شايف الكتاب بتاعته وهي بتتدمر وشايفهم من فوق وهيموت مش مصدق، الضرب له خسائر كتير ومش محسوبه. رجع بسرعه وبيقول لهم خسرنا الشمال ولازم نستخدم السلاح النووي، انا كنت هناك وشفت كل حاجه بعيني، خلصوا علينا وموتوهم كلهم وانا من هنا بقدم استقالتي انا فشلت. قالت له جولدا روح اغسل وشك وانا هتصرف. عذر وصل وبتقول له وزير الدفاع اتجنن ولا ايه؟ ده عايز يستخدم النووي. خلاص ديان امره انتهى وبلاش تاخد منه اي اوامر تاني. في اليوم التاني السوريين اخترقوا خطوطنا بدبابات كتيره
بس السبب مش عارفاه، واقفين ليه مش بيتقدموا. وحدتنا بتحارب ومش هيرسلوا الوطن من الجانب المصري فشلنا نمنعهم من عبور القناه. المصريين ضربوا صواريخ سام وقواتنا الجويه تعرض لهجوم كبير. خسرنا 30 طياره فانتم، وجولدا كانت بتكتب عدد الجنود اللي ماتت. قائد بيقول لها عندنا كتيبه احتياطي متحصه بالكامل. شارون اتوجه للجنوب. الخطه ان احنا نضرب بقوه ونرجع المصريين لخط القناه. قالت لازم نرد الهجوم. قال لها انت كده رايحه على فخ والمصريين متوقعين كده. بتقول له الجنود المتحصنين دول هنسيبهم؟ قال لها اجل الهجوم ده، المصريين مستنينك هناك. قالت له مش انا اللي بصنع القرار العسكري، انا سياسيه مش جنديه. طلعت على السطح وبتقول للمساعده بتاعتها العدو ده اقدم منا ومفيش سبب يخليه يوقف دلوقتي. سنه 48 بتتكرر تاني، ولو امريكا سابونا العرب ودخلوا تل ابيب مش عايزاهم ياخدونا حيه. فهمت كلامي؟ راحت على القياده وبتقول ايه اللي انا بسمعه ده؟ قال لها ده صوت الجنود بتوعنا اللي متحصنين على القناه، هنبدا دلوقتي الهجوم المضاد. اسرائيل بتضرب واصوات على اللاسلك والجنود بتصرخ وتستنجد واصوات الرصاص ودان جولدا، وصوت واحد من المصريين بيقول الصهاينه كلهم ماتوا، احنا مسيطرين سيطره كامله. وجولدا مش مصدقه وهي نايمه على السرير، صوت الجنود اللي ماتت مش عايز يفارقها. فقابلت دان وقالت له ادخل عايزاك. قائد القوات الجويه بيقول خسرنا 13 طياره فاندم وتسع طيارات سكاي، الطيارين بيموتوا. بالوضع ده خلال يومين هنخرج من الحرب. وساعتها كل القاده ابتدوا يتكلموا عن الخسائر اللي عندهم وبيقولوا مش هنسيب الجنود المحاصرين. زافيكا بيقول ده فخ وكمين. باتول بتقول المهم ان احنا ننقذ سمعتنا قبل ما ننقذ الجنود. بيقول شارون عايز يعبر القناه ويهجم عليهم من الخلف. ديان بيقول المصريين فرقتين على الضفه الغربيه. داوود بيقول السيد حقق اللي هو عايزه. جولدا بتقول اه بس ده قص جامد على نواحي دمشق، خلي الاسد يوقف الضرب. جولدا قالت هتقولي هنا لكسنجر على التليفون حالا. قال لها الشتاء داخل والسعوديين قطعوا علينا البترول، هتبقى مشكله كبيره. بتقول روس بعتونا طيارات على مقر دمشق، عندنا خسائر كتيره في كل حاجه، مش هنقدر نكمل حرب، هيكسبونا باسلحه السوفيت. قال لها عندنا طيارات فانتم هبعتها لك، وانت هتقول ايه للعالم الحر. اليوم الخامس الامريكان بيقولوا انهم مش مؤيدين اسرائيل، والعرب اجتمعوا عندهم في البيت وكان معاهم شارون. قال لها الصور دي من 3 ساعات على القناه، لقينا ثغره على الخط المصري، الجيش الثاني المصري هنا على الشمال والجيش الثالث هنا في الجنوب وفي نص القناه من غير حمايه. قال لها عندي قوارب كتير هشيل دبابات. قالت له عايزه تعبر القناه ب 50 دبابه و 2000 جندي. قال لها كل يوم هنخسر معدات وجنود وكده موقفنا صعب. جالها اخبار ان الجيش المصري هيعبر باقي الفرق وهيعدي القناه. قال لها القاهره كده هتبقى من غير حمايه والمصريين كده هيقعوا في خطا كبير. جولدا قالت ان السيد اول زعيم عربي يهزم اليهود في معركه الجلاله وهيكمل هجوم، هنستناه لما يكمل عبور وهنهجم. قالت لشارون هتاخد فرصتك وكمان هتبقى رئيس الوزراء بعد اليوم السابع، وكانت راحه تعمل جلسه كيماوي. خلصت وراحت وقالت للمساعده بتاعتها شكل نهايتي قربت. في اليوم الثامن كان في اجتماع، الدبابات المصريه بيعبروا القناه والقاهره من غير حمايه، سمعنا كل حاجه باجهزه التسلق وانهم هيهجموا بكره. قالت لما يعبروا هدمرهم. المساعدات الامريكيه وصلت اسرائيل. القياده بتقول المصريين بيقعوا في الفخ بتاعنا، هيعدوا القناه، انا زودت الدبابات وجهزت كل حاجه، واقفين ومتابعين ومستنيين. يوقعوا المصريين في الفخ، ضربوا مدفعية ودبابات واجهزة الارسال شغالة، الكل بيسقف وبيبص لشارون. اليوم العاشر بيقول لها عبور القناة مش هيبقى سهل، النقطة الوحيدة هنا عند المزرعة الصينية، لحد ما يعرفوا احنا هنعمل ايه، هنقفل عليهم بفك التمساح وهنقطعهم، وانا بقول نقبل بوقف اطلاق النار. بتقول العرب والسوفييت عاملين تحالف ولازم نهزمهم، ولو ما خافوش مننا هيهجموا تاني وتالت. طول ما السادات على الدفة الحرب مش هتنتهي. راحت القيادة وابتدت اسرائيل تعبر القناة، وجولدا بسماعات متابعة كل حاجة. شارون بيعبر القناة بقوارب مطاطية، لازم يحارب عشان راس الجسر تفضل مفتوحة. وداود بيقول احنا في مصر دلوقتي، وكان مبسوط قوي. وفي ثواني ضربوا صواريخ قوات مصرية جامدة بتضربنا، هجوم مضاد. قوات المصرية كانوا عاملين فخ، قاعدة كالعادة وسامعة اصوات العبور وعورت نفسها من الغيظ. وداود بيقول لشارون حافظ على فرقتك، وكانت لسه بتكتب اسامي الجنود اللي ماتت. رجعت المحكمه والقاضي بيقول لها انت عارفه كم شخص مات بسبب العبور ده؟ طلعت المذكره وقالت له على الاعداد بالوقت والايام. رجعنا للاحداث وداود بيقول عايز يقطع قناه السويس عن طريق القاهره في مكان هنا قريب من طريق 101. بتقول له قصدك تعزل الجيش الثالث كله؟ قال لها اه، مفيش ميه في الضفه الشرقيه. بتقول له كويس كده، السادات هيتفاوض غصب عنه، الجيش حوالي 30,000 جندي. وهي بتتكلم جالها رساله طياره هنري، طياره هنري وصلت مطار تل ابيب في وقت متاخر قبل الظهر. راح مكرر رئاسه الوزراء الاسرائيلي وتعرفوا على القاده ويتناقشوا على ايقاف ضرب النار، وطلع بره وقفل الباب وسابوهم قاعدين لوحدهم. وقالت له انا مبسوطه انك جيت يا هنري. قال لها لازم تعرفي انا امريكي الاول وبعدين يهودي، وبخاف على المصالح الامريكيه اولا، ولو انا جبت لك اسلحه فتاكه السعوديه هيقطعوا عنا البترول، والبرميل بدل ما يبقى 4 دولار هيبقى ب 12 دولار، الشعب الامريكي هيدفع ثمن كبير لدعم اسرائيل، امضي على وقف اطلاق النار. قالت له دي قائمه بالاسرى اللي عندنا، وعايزين قائمه بالاسرى اللي عندهم، وعايزين ضمان من الاسد عشان ما بيرحمش حد.
قالت له انا كنت هدخل القاهره، قال لها ساعتها هتبقي لوحدك، امريكا مش هتقدر تعادي حد اكتر من كده. السادات واقف على وقف اطلاق النار. قالت له اه عشان هيتهزم وهنحمي اسرائيل، قال لها احنا اصدقاء وهنحمي اسرائيل دايما، واعلن وقف اطلاق النار. يوم 18 جولدة راحت للجنود على القناه واستقبلوها واتكلمت معاهم عشان ترفع من روحهم المعنويه. رجعت واليوم 19 جالها اخبار ان ايران قطعت طريق السويس القاهره، وبكده الجيش المصري الثالث متحصل بالكامل. رن هنا على التليفون وبيقول لها افتحي ممر انسان الجيش الثالث، انت عايز 30,000 واحد يموت من العطش؟ بتقول له بعد ما يرجع الاسرى بتوعي هبعت لهم ميه. وكمان السادات يوافق على المحادثه المباشره مع اسرائيل مش مع الكيان الصهيوني زي ما بيقول، ولو ما عملش كده هبعت طيارات تهجم عليهم حالا ويموتوا 30,000 جندي. لو السادات اتراجعت وهيجي لك حد بيكره اسرائيل اكتر منه ومش هتقدري عليهم. قالت له هتختار تبقى معايا ولا هموت الجيش الثالث؟ شوف انت هتدعمني ولا لا. اليوم العشرين والتليفون من هنا لي. قال لها السادات عايزك تبعتي رئيس الاركان عنده تقاطع الطريق السويس القاهره الكيلو 101 وبتقول الروس كلهم هيتفرجوا. قالت له شكرا يا هنا على اللي عملته. راحوا مكان الاتفاق وجالهم تليفون بيقول لهم رساله من رئيس السادات هو على استعداد للمحادثة المباشرة وتبادل الأسرة. وقالت لرئيس الوزراء السادات قال كده؟ قال لها اه هو اعترف بكده وبيرحب بكلامك، وطبعا مش مصدقين نفسهم. وهما بيحتفلوا زفيكا بيبص لها فهي راحت له بيقول لها نظام التصنت ما اشتغلش عشان كده المخابرات ما سمعتش بإشارة الحرب. بتقول له مش حقيقي. قال لها حقيقي ومفيش ولا خط متراقب كان موقوف عن عمد ونظام الاستماع هتفضل سر. قال لها محدش هيعرف اللي حصل وبكده هتاخدوا اللوم لوحدك، الوزير هو اللي غلطان. في اليوم 21 جولدة في المقر وزعلان على الجنود اللي ماتوا في الحرب. نزلت وكانت واقفه عند التوابين والمساعده راحت وقالت لها مش هتفضلي واقفه كده طول الليل. رجعت في الوقت الحالي والقاضي بيقول لها شكرا. قامت ومشى وبعدين قالت للقاضي كنت حاسه ان الحرب جايه بس انا اتجاهلت احساسي وكنت هعلن التعب في اليوم ده واشيل ذنب اللي ماتوا لحد القبر. وقالت ان اللي بتكتب ما تكتبش الكلام ده. والتلفزيون بيقول في مثل هذا اليوم من السنه كانت رئيس الوزراء بتعمل اول لقاء وجها لوجه لرئيس مصر انور السادات واللحظه دي تاريخيه. وفي ديسمبر 78 جولدة كانت في المستشفى على الاكسجين وبتموت ولسه بتشرب سجاير وبتتفرج على التلفزيون وماتت جولدة. وفي اخر الفيلم طيور كتيره كانت ميته ومرميه على الاراضي. لجنه التحقيق برأت جولدة من كل القضايا اللي كانت منسوبه ليها وانتهت قصه جولدة. شرفنا جدا ويسعدني دعمك ليا بلايك للفيديو واشتراك للقناه. سلام.